حتى الفطار يا سيدي. أنا جبت لك تفطري يا راوية. عايزة أمشي من المخروب ده. لا خالد موصي إن أنتي ما تمشيش. خالد ده كلامه يمشي عليك أنتي يا مسهويكة، ما يمشيش عليا أنا. على فكرة خالد ده جوزك زي ما هو جوزي. جوز جزم. خلي بالك لا يسمعك ما يحصلش طيب. وبعدين ليه بتقولي كده؟ ده حتى هو موصيني إن آخد بالي منك. راوية عايزة تروحي فين؟ انت هنا قاعدة في بيتك يا راوية، بيت عمك. انت عايزة الناس تاكل وشنا وتقولي ان انت سايبة بيت عمك وعايشة في بيت واحد غريب ما تربطكيش بيه اي علاقة؟ انا هوديكوا في 60 داهية ان شاء الله. عيب عيب عليكي لما تقولي كده على اهلك. بعدين انا عايزة افهمك حاجة، الأخ اللي ماشي وراكي في كل حتة ده وفاكر نفسه محامي شاطر وانتي مستقوية بيه، صعبان عليا قوي عشان ما عندوش فكرة ولا عارف ايه اللي هيجراله. مفيش داعي لده كله، أنا خلاص مش عايز أشوف وشها. سيبيها، إذا كان على الطلاق هخلي خالد يطلقها وش مش هديها. ما هو لو هو ده اللي هي عايزاه يا عمي أنا كنت سبتها. أنا كمان ما بيهمنيش الفلوس وأنت عارف، بس راوية في دماغها حاجة تانية خالص. أنا خايف على خالد. ما تخافش، أنا عارفة كويس إمتى هخليه ياخد باله وهفوقه. اطمني يا عمي. يا منيرة، هو أنت في حاجة مضايقاكي ولا إيه؟ لا خالص. متأكدة؟ أه. طب تشربي إيه؟ لا ميرسي. إيه رايحة فين؟ ليلى أصلها شكلها تتأخر. طب ده أنا اتبسطت جدا إن هي عندها مشوار وجاية، قلت أقعد أنا وأنتي شوية وندردش يعني. بس انا حاسس ان احنا ممكن نبقى اصحاب. انت عارفه لما تقابلي حد اول مره وتحسي انك عارفاه قبل كده، اتكلمتوا مع بعض دردشتوا والحاجات دي يعني، فاهماني؟ اه طبعا. وانا بقى حاسس معاكي بكده، احنا ممكن نبقى اصحاب. اه طبعا. يعني ممكن نقرب من بعض. اه طبعا. ايه مال؟ في ايه؟ لا ما مفيش حاجة خالص، بس هو أنا بس يعني حاسة إن أنا قاعدة قدام يوسف. طب أنا يوسف؟ هو أنت ما تعرفيش إن الأخين التوأم لما واحد فيهم بيموت روحه بتبقى حيرانة مش عارفة تروح فين لحد ما تسكن في أخو العايش. يعني العايش ده بيبقى عايش بروحي، بروحه وروح أخو اللي مات، يحب اللي يحبه ويكره اللي يكرهه ويعمل كل الحاجات اللي أخوه كان نفسه يعملها. فاهمة؟ لازم أمشي. ليلى ايه اللي بتتكلمي عنها دي؟ انتي غيرها. انا هتجوزك انتي ورسمي، انتي بنت ناس من عيلة. انما ليلى دي كانت غلطة. انا مش موافق على اللي بيحصل ده يا عمي. ما هي راوية لازم تعرف ان كل اللي كانت بتخطط له ملوش نتيجة. ايوه انتي بتتصرفي كده يعني
باعتبار اني خايف على خالد ولا باعتبار ان راوية ضرتك؟ ضرتي؟ انا ماليش ضر يا عمي، وعمري ما كان ليا ضر. وحتى لما يوسف اتجوز ليلى كان عارف كويس ان انا عمري ما هقبل ابقى رقم اتنين، وعشان كده اتجوزها بالطريقه اللي هو اتجوزها بيها دي. انت قويه جدا. عشان صح. اللي انا عايز اقوله لحضرتك انه راويه ما بقاش ليها مكانه في حياه خالد خلاص، عشان كده هي لازم تبعد عن حياتنا. يعني ايه؟ يعني هي لازم تعرف ان حضرتك هتديها حقها بالكامل، وانه خالد هيسيبها، وان هي تقدر تبتدي حياتها براحتها بعيد عننا، لكن مش بالانتقام. صوفيا اوعي تتغيري. البيت الصح بيبقى فيه ست صح هي اللي بتقدر تحافظ على كل حاجه. يمكن لو كانت مراتي عايشه كان حاجات كتير اتغيرت. عندك حق يا عن اذنك يا مالك يا صوفيا؟ يا عمي الحقني يا عمي. اتفضل يا دكتور. ميرسي قوي يا دكتور. مع السلامة. خير؟ قولي الحمد لله. الحمد لله. بس لازم نحج انا وانت. اللي انت عايزاه بس طمنيني. صوفيا حامل. ايه؟ يوسف الكلام ده حقيقي؟ حقيقي يا عم. انا هعمل لكم حاجة حلوة. انا مبسوط قوي قوي. مش عشان انت حامل، لا، عشان خالد. انا كنت ببقى تعبان قوي لما كنت اشوفه بيبص لاي طفل وهو بيقول اشمعنى انا ليه، مع انه احسن واحد فينا. انا كنت بقول يا رب انا هبقى كويس، انا هزكي، انا هتصدق، انا هساعد اي حد محتاج مساعده. بس اشوف في عينيه الامل والحياه والسعاده. كنت بسمعه بالليل وهو بيعيط وبينادي ربنا عشان ربنا يرزقه بطفل. ما كنتش عارف اقول له ايه ولا عارف اعمل له ايه. كنت عارف ان راويه تعباه، بس كنت بقول ده قدره ونصيبه. انا دلوقتي هموت وانا مستريح. ايوه، لاني كده اطمنت على خالد، وبالموت هقابل يوسف. السلام عليكم. ايه في ايه؟ يا صوفيا. ايه يا بابا؟ مبروك يا حبيبي. على ايه؟ انا حامل. ايه؟ بجد؟ بجد؟ مبروك يا حبيبي. الف مبروك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. خالد. خالد انا كنت عايزه اقول لك حاجه. انا شايفه انه بما ان ربنا كرمنا الحمد لله وهنجيب بيبي خلاص، ما تيجي نسيب راويه تروح لحالها. راحت فين؟
مجنونة. صوفيا 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 ما تخافيش. يخرب بيتك دي حامل. مين اللي حامل؟ صوفيا خش. بقولك انا بقول حاجه، مش هينفع اسيبها لوحدها يا دكتور، مش هقدر. استنى بره، مش هينفع. لازم تستنى بره. اتفضل استنى بره حضرتك لغايه بعد العمليه وان شاء الله خير. دكتور لازم تنقذها ان شاء الله خير، ما تقلقش. ماليش دعوه، لازم تنقذها. يا محترمه المستشفى دي على اللي فيها، انت سامع ولا لا؟ ان شاء الله خير ان شاء الله خير، ما تقلقش. انتظرني بعد العمليه.